السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا وأحبابنا على جراج تيوب على اليوتيوب ومتابعينا على أونلاين كراج على الفيسبوك. معكم سام فيدال، بحييكم تحية قلبية وبتمنى تكونوا بصحة كويسة. اليوم حلقة جديدة بعنوان تناقص زيت الماكينة، أسبابه والطرق العلاج، الأخطاء الشائعة في طرق العلاج وطرق علاجه السليمة. بسم الله. أول شيء تناقص زيت الماكينة، يعني واحد بحط زيت ماكينة في سيارته جديد وبيمشي بعد أسبوعين بيجي بيقيسه بلاقيه نزل شوي نقص، وين راح الزيت؟ ما بيعرف. لذلك أنا راح أبسط لكم إياها عشان تقدروا تميزوا، للإنسان العادي اللي هو بعيد عن الميكانيك يقدر يفرز الأسباب والأعراض ويعرف كل طريقة تهريب زيت شو سببها. عشان أبسط لكم إياها، تناقص زيت الماكينة بالاسم لقسمين رئيسيين، قسم أول مصاحب لأعراض وقسم ثاني بدون أعراض. القسم المصاحب للأعراض عبارة عن أربع أعراض، مصاحب لأربع أعراض، ثلاثة منهم دخان أبيض من الإكزوست والرابعة بقع زيت تحت الماكينة. طيب نمسكهم واحدة واحدة. السبب الأول في تناقص زيت الماكينة خروج مصاحب بخروج دخان أبيض بشكل مستمر من الإكزوست، هذا سببه اللي هو تآكل الرينج بيستون أو الرينج تبع الزيت، تخدش التشامبر من جوا، مع ضغط الزيت بصير الزيت يدخل ويختلط مع مكونات الاحتراق وبالتالي بيعمل دخان أبيض. علاجه بتحتاج لعمرة وبتحتاج لخراطة الهيد وبتحتاج لخراطة رينج بيستون. السبب الثاني تناقص زيت الماكينة مصاحب بخروج دخان أبيض على فترات متقطعة أو بأوقات متفاوتة. سببه البلوف تبعت الصبابات والسيال الصبابات اللي موجودة في الهيد تآكلت، والسبب اللي هو العمر، فترة الاستعمال الطويلة، وبالتالي تتأشف وبتعش تقدر تمسك الزيت خصوصا مع البرشر العالي، يعني لما تدوس بصير يطلع دخان أبيض. وبالتالي الطريقة كويسة جدا لفحص عمر الماكينة، لما تدوس بيطلع دخان أبيض. إذا لما تدوس أنت بيزيد برشر الزيت، برشر الزيت السيلة تبعت الصباب ما عم تقدر تمسك البرشر الزيت اللي هو ضغطه عالي، فبالتالي بيطلع منها وبيفوت لوين حوجة الاحتراق. السبب الثالث هو مصاحب دخان خروج دخان أبيض مع نقص الزيت، وهو عبارة عن عطل في البي سي في فالف. البي سي في فالف هي فالف تبع الفنتيليشن، فالف تبع الكرانكيس، هذا بيشفط هواء ليهوي الكرانكيس من جوا. مرات لما انت تدوس والبلف خربان بيروح مدخل الزيت على الانتيك سيستم، وطبعا الزيت راح يلحق مجرى الهواء، راح يدخل على الثلاجة ويصير يدخل مع اماكن اللي بيدخل منها الهواء، وبالتالي بيصير يعمل دخان ابيض. ودائما بتصير هاي مع بداية تشغيل الماكينة، يعني لما تيجي تشغل السيارة وهي باردة بيطلع دخان ابيض، هاي بي سي في فالف خربانة اللي شايفينها صورتها. تكلمنا على الثلاث حالات اللي فيها دخان ابيض. الحاله الرابعه المصاحبه لاعراض وهي بقع زيت. بقع زيت عباره عن تسريب زيت، محتاج انت تفحصها بنفسك او ميكانيكي يفحص لك اياه، يعني يرفع السياره ويشوف لك مكان الليك. الليك بتفاوت مكانه، يعني يمكن يكون بين الجير والماكينه وهي لباده الماكينه او الكرانك شافت سيل، يمكن يكون مكان تفريغ الزيت اللي هو الدرين بوليت، يمكن يكون خربانة أو مجيمة أو خربانة بتصير تنزل زيت، يمكن يكون من الفالف كفر كاسكت من فوق، يمكن يكون من بلوك الماكينة، فبيتفاوت السبب، ولكن في النتيجة واحدة وهو تسرب زيت ونقصان في معدل أو مستوى الزيت. تكلمنا على الأربع حالات اللي هي مصاحبة للأعراض. إسا في حالات تانية بيقولك وأنا ما عنديش ولا حالة من هالحالات ومعك الزيت بينقص. نعم، في عوامل تانية تتدخل في صرفية الزيت، وهي أول شيء تصميم الماكينة. في مكاين السيل أو الرينج تبع الزيت بيكون تايتن مشدود كتير، لذلك بيكون مكبوس عن طريق ريبوت، فهو طالع هو نازل في الحالة الطبيعية بيأكل زيت، بس في معدل التايتن من 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 رينج لرينج بيفرق. لذلك استهلاك الزيت في الوضع الطبيعي او في الوضع تبع اللي بيكون ضيق كتير بيتفاوت.
فبتلاحظ انه الماكينه في الوضع الطبيعي بتاكل مثلا كل 1000 كيلو بتاكلها ربع كيلو زيت نص كيلو زيت، وبكتب لك في الريبير مانيوال انه هي طبيعي. السبب السادس هو سلوك القياده. انت لما تسوق سيارتك بشكل عنيف طبعا انت بتزيد تضغط الزيت على المكان تزيت البساتن، وبالتالي البستون هو نازل هو طالع بصير ياكل زيت اكتر عن طريق الرينج تبعه، لان انت ضغطت الزيت في حجرة الاحتراق. عرفت علي؟ فقيادة بس تكون فوق 5000 RPM بصير بالعادة ياكل زيت اكتر، فقيادة طبيعية دائما بين 2000 RPM و 5000 RPM، اكتر ما هيك بصير الماكينة تاكل زيت غصب عنها. السبب السابع وهو استعمال زيت دون المواصفات الموصف فيها من المصنع. مصنع طلب منك مثلا 10W40 وانت راح جبت له 10W20 معامل التبخر تبعه عالي جدا، بيتبخر بسرعة. اي نعم هو بزيت بس الماكينة راح تاكل الزيت، لانه الماكينة محتاجة زيت اعلى اسمك more viscosity، فانت حطيت له زيت خفيف بالتالي انت الزيت هذا صار تاكله الماكينة. لذلك دائما اللي بيحطوا زيت اخفف بيلاقوا انه الزيت بينقص بسرعة. السبب الاخير وهو استعمال زيت رديء او مواصفاته مش كويسة او معاد تصنيعه، بتلاحظ انه كمان فعلا بتاكل واجزاء من الزيت بتتجمد وبتلزق بتعمل زي الكمخة داخل الماكينة، واجزاء من الزيت بتطاير او بتتبخر، لذلك رح تلاقي نقص. طيب تكلمنا عن كل اسباب نقص الزيت، شو هي الاخطاء الشائعة اللي دائما بيغلطوا فيها الناس؟ اخطاء الشائعة، اول سبب بيقول لك لما ينقص الزيت حط له زيت سميك. هذا اكبر غلط. المريض في المستشفى لما يمرض الناس بتحط له، الدكاترة والممرضات بحطوا له دواء اكل مسلوق. اكل مسلوق ليش؟ لانه سهل الهضم، جسمه في حالة بقاوم مرض او بقاوم جرح او عملية ترميم لكسر او شيء، جسم بيكون مشغول، انت بتيجي بتعطي له اكل خفيف عشان يهضم ما يقضيش وقت يستهلك طاقة كبيرة بعملية الهضم، وبنفس الوقت يكون مشغول عشان ما يتأخر عملية العلاج. لذلك بحطوا لك اكل سهل الهضم عشان يعمل بوست لعملية الريليف، وبالتالي انه الاكل بسيط بينهضم بسرعة مش هياخد طاقة كبيرة، والعكس بيعطي طاقة لإكمال عملية التصليح. بالضبط السيارة، السيارة بتكون مثلا ماكينة مصابة عم تنقص منها زيت، فشو الخطأ الشائع؟ بتحط لها زيت سميك. زيت السميك أول شيء ترانسفير تبع الحرارة هيكون فيه أبطأ، دورة الزيت أبطأ، بيضغط على ترمبة الزيت، عملية التزييت فيه أبطأ، عملية تزييت الماكينة والماكينة باردة أبطأ، لذلك رح يصير فيه زيادة تآكل، زيادة تآكل للصبابات، ضغط وتنقيص من عمر ترمبة الزيت، وكمان ضغط على أماكن التسريب وزيادة التسريب، لأنه الزيت السميك بده طاقة أكبر عشان ينضغط، وبالتالي لما بده طاقة أكبر رح يكون رد فعله أكبر، فهيجي عند أماكن التسريب ويضغط عليها بشكل أكبر بصير الزيت التسريب يكبر. الخطأ الشائع الثاني وهو عدم تشيك الزيت. انت زيت بينقص عندك بتقول لك، بقول لك معلم انت اخر مره امتى شيكت الزيت؟ تقول لي والله اخر مره شيكته الاسبوع اللي فات يوم الاحد. انت السياره عم تنقص عندك زيت ومش عم بتشيكها كل يوم، هي مصيبه. فهدول الخطأين الشائعين جدا في عمليه نقص الزيت. شو هي طرق العلاج السليمه؟ طرق العلاج السليمه زي ما احنا قلنا، المريض في المستشفى بياخد اكل مسلوق، ما بيجيبوا له مناسف وزفره وطبيخ وسيفود، وهذا هو في المستشفى لانه مش هيقدر يهضمهم هالاكلات كلها، هو يقعد يتراجع. نفس الشيء الماكينه، لذلك بيعطوا له شيء يقدر يتعالج لغايه ما يوقف على اجريه وبعدين بيرجع لحياته الطبيعيه، وهذا بالضبط اللي بدنا نعمله للسياره. بنجيب لها الستوب ليك او الانجن هاني، بنحط مع الزيت الماكينه بيحد من عملية التسريب لغاية ما يصير معانا وقت وفلوس إننا ناخد السيارة عند المصلح ونقول له صلح لنا ليك الزيت. بتمنى تكونوا استفدتوا. معكم سام فيدال، سلام عليكم.